السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله حبيت أشارككم معايا مشترياتي البسيطة من قماش الخيامية لزينة رمضان. أنا اشتريت قماش خيامية أرخص متر قماش خيامية في السوق كله، واشتريت الكلفة والفايبر اللي هنعمل بيهم زينة رمضان. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. انا اشتريت طبعا كمية من قماش الخيامية عشان تفضل عندي، عشان انا كل سنة بشتري. السنة اللي فاتت اشتريته لونه مختلف طبعا، وعملت معاكم فيديو. اهو يا حبايب قلبي قماش الخيامية، انا جايباه السنة دي على اللون الازرق. السنة اللي فاتت جبته احمر، شايفين السنة دي شكله مختلف، عبارة عن مربعات. اهي مربعات مشبكة في بعضيها. جبت المتر ب 11 جنيه، دوت ارخص متر في السوق كله. هو طبعا مش على قطن، هو على بوليستر، على نايلون اهو، بس الخامة بتاعته حلوة، تقيل مش بيشف. انا حاطة ايدي اهي، مش بيشف يعني، مش خفيف قوي، معقول. وسعره طبعا رخيص جدا، ده ارخص متر في السوق. انا لقيته بيبدأ في السوق من سعر 12 جنيه و13 جنيه لحد 30 جنيه. انا دوت جبته ارخص متر عشان هعمل منه مفارش وخداديات وستاير، هنعمله مع بعض الزينة ان شاء الله. دول 5 متر، ال5 متر عاملين 55 جنيه زي ما قلت لكم، ب 11 جنيه المتر. وجبت الكلفة اللي هي الفرنشات اهي، جبتها على بعضها. هو المتر قطاعي ب2 جنيه، بس انا جبتها على بعضيها كده، فيها 40 متر ب40 جنيه، يعني المتر واقف بجنيه كده، اوفر طبعا واحسن. وجبت كيس فايبر اهو يا حبايب قلبي، جبت كيس فايبر ده وزنه نص كيلو، انا وزنته، هو عامل 27 جنيه. طبعا هو في السوق بيبقى الاسعار متفاوتة، بس انا جبت من عند واحد بيبيع بالجملة واسعاره حلوة جدا. لو عجبتكم مشترياتي البسيطة واسعارها، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.